معا نطرق سويا أبواب القرآن الكريم بحثا عن تفسير جديد يتناسب مع عصرنا بما فيه من تحديات واحتياجات. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أهلا بكم معنا في أبواب القرآن، رحلة يصطحبنا فيها الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في الحلقة الماضية توقفنا عند ما اعتبرته جريمة في حق التفسير وجريمة في حق التعامل مع القرآن الكريم، وهو أن هناك من بين المفسرين، ويمكن المفسرين أصحاب الغرض بينتموا إلى الجماعات المتطرفة أو الجماعات الإرهابية، اللي بيخرجوا النص القرآني ويضعوه في غير بابه أو يحملوه بمعاني وتفسيرات لا تتناسب مع هذا النص، وبعضهم يخرجوا من سياقه ليضعوا في سياق آخر بحيث يصل إلى نتائج بعينه. وضربت حضرتك أمثلة على ذلك، منها مثلا تفسير لهو الحديث، أن هناك من يفسر لهو الحديث على إطلاقه بأنه الغناء ثم يحرمه، وهناك من يتعامل مع قضية الجهاد أنه كلمة الجهاد على إطلاقها. هناك أمثلة أخرى تمس حياة الناس المباشرة، لأنه ما يتعلق بلهو الحديث وما يتعلق حتى بالجهاد هو يمس حياة الناس بشكل أموش. في أمثلة أخرى يعني ارتكبت خلالها هذه الجريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو كما تفضلت أنه بعض الناس لهم أغراض فبيخرجوا النص القرآني عن سياقه أو عن مضمونه، والبعض بالجهالة. بالجهالة هو جاهل، فمثلا تقرأ لبعض الطوائف في الكلام عن سيدنا موسى مع قصة فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فيقول لك طغيان القلب. طغيان القلب. طب ما علاقة هذا بالسياق الآيات التي تتحدث عن قصة سيدنا موسى مع فرعون؟ تروح لأغراض أخرى مذهبية كما عند بعض الطوائف، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. تجد مفسر زي الطبرسي يقول لك إنه الآية دليل على أن هناك الإمام المستخبأ أو المخبوء في السرداب والذي ننتظر خروجه. وعندما في بعض الطوائف يقول لك منتظرين أو الإمام المنتظر. المنتظر. ولما يخرج هناك طائفة تؤيده وتحتفل به هم أتباعه، وهناك طائفة أخرى هم ضده سينتقم منه. طيب الآية في الحشر يقول لك ما هو الحشر نوعين، في حشر يوم القيامة وفي حشر في الحياة في الدنيا. طبعا سياق الآيات لا علاقة له بهذا الكلام، لا من قريب ولا من بعيد. فده خروج عن السياق وخروج عن أو وضع النص كما قلنا في غير موضعه. الدكتورة عائشة عبد الرحمن فسرت ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. من قبلك صحيح. فما يقال لك، كثير من المفسرين قال يعني الأذى والسب وكذا كما فعل الأقوام مع أنبيائهم من قبل، وده إلى حد كبير المعنى المتبادر الظاهر. يعني فاصبر على ما يقولون، كل الذي يقال لك والأذى الذي لقيت من المشركين حدث مع الأنبياء من قبل. هي فسرت ما يقال لك الوحش، ما يقال لك يعني الوحي الذي جاءك هو نفس الوحي الذي جاء للرسل من قبل. من قبل. أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا تفسير بعيد كل البعد، لكن هذا له
يعني وجه من الاحتمال، وإن كان سياق القرآن يدل على خلافه، لكن أيضا سياق القرآن يقول بأننا عندما نزن الأمور من الناحية المنطقية العقلية، فكما أن سيدنا عيسى أوحي إليه وأن سيدنا موسى أوحي إليه وكذا، فقد أوحي إلى سيدنا محمد. ما يقال لك من الوحي إلا ما قد قيل للرسل من قبل.